اوكي، مرحبا، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. عم نتابع في حوسبة الكم العملية. اوكي، نحن هلا صرنا بالفصل الثاني. الفصل الاول كان بس مقدمة عن قصة الكوانتم كومبيوتينج، او حتى قصة الكوانتم فيزيكس بالاول، يعني الفيزياء الكم. هلا نحن راح نحكي عن انه كوانتم كومبيوتينج في حوسبة الكم. يعني كيف بده البندنج هون، بندنج انه الطعج، يعني اذا بتجيب حديد وبتطعجها، ف الطعج او طوي او لوي شو اسمه النسيج الواقع نفسه. اوكي، هذا هو حصتنا هلا. نفهم شغله، الفصل هذا طويل. طبعا انا الفصل الاول كان مقصود العمل انه بفيديو واحد، لانه كان قصه بس مش اكثر. هلا هون لا، بدنا نبلش نفهم، فبدي اسمع على مراحل، وبلش من هون رايح نقسم الامور على مراحل. اوكي، فبس تشوفوا 2.1 2.2 2.3 يعني لحد ما يتغير 3.3 كذا. اوكي، بصير بلشنا فصل جديد، بنمشي نحن هلا بس باجزاء الفصل اللي احنا ماشيين فيه. اوكي، على ما بقسم مش مشكله، انا بشوف كيف بدي اقسم. اوكي، طيب هلا. فاذا بقول لك هون شو اسمه اشباه الموصلات او سيمي كوندكترز بالانجليزي، يعني وصل لمراحل يعني كثير مهمه منذ ايام الانبوب الفراغي، الفاكيوم تيوب. تمام، هو كان من الصعب التصديق انه شيء ترانزستور هالايام اللي هو حوالي 14 نانومتر بالحجم، يعني تقريبا حجمه بحجم شيء جزيء، مش ذرة، أكبر من ذرة. الجزيء هو مجموعة ذرات مع بعض وعاملين جسم معين مثلا. اوكي، فبقول لك هو حوالي 14 نانومتر بالحجم. اوكي، يعني هذا الشيء ما بتصدق الأيام، من قد ما صار الأمور عم بتصغر، حتى وصلنا مش 14، صرنا بنحكي بالخمسة. فبهذا الفصل أنت رح تتعلم عن الأصول حوسبة الكم. اوكي، بدءا مع شو اسمه مع القدر تبع الترانزستور، يعني شو صار في الترانزستور. اوكي، بتعرف كل شيء مبني على الترانزستورز هالايام، كل التحكم في المنطق اللي عم بيصير هو سبب الترانزستورز. اوكي، فمن الظاهر انه عمليه اشباه الموصلات والترانزستور هن بخط صادم، خط صادم مباشر يعني راس براس. اوكي، مع قوانين الفيزيكس، مع قوانين الفيزياء. وبالتالي شيء رح ناخذ شو اسمه نظره معمقه على يعني شو اسمه مكونات الاساسيه، او المكون الاساسي عفوا، المكون الاساسي تبع كمبيوتر الكم. اوكي، يعني جهاز حساب الكم. اوكي، اللي هو الكيوبيت. اوكي، وذلك ما يتضمنه من يعني مؤثرات غريبه من التراكب او السوبر بوزيشن والانتانجلمنت التشابك والتلاعب والتلاعب بالكيوبيت. اوكي، باستعمال البوابات المنطقيه. واكثر من هيك، الكيوبيت او تصميم الكيوبيت هو موضوع جدا مهم. اوكي، بهذا الفصل بوصف النماذج السباقه القائده في الموضوع. اوكي، موضوع تصميم الكيوبيت. اوكي، يعني اللي يعني بدنا نشوف شو الشركات اللي بتشتغل على الموضوع وشو عاملين تصاميم للكيوبيت. اوكي، وشو حسنات وسيئات كل نوع من التصميم. تمام، كل شيء متعلق في تصميم الكمبيوتر الكمي او كمبيوتر الكم. يعني ونشوف شو الشركات عامله، وشوف شو الحسنات والسيئات تبع كل وحده. اوكي، كل تصميم من التصميمات. فانت راح تتعلم عن كيف كمبيوترات الكم، يعني كيف كمبيوترات الكم شو اسمه يعني وين هي، اذا بدك تقول وين مستواها بالنسبة للكمبيوترات التقليدية العادية اللي احنا بنستعملها. اوكي،
والأشياء هن بيكون شوي هيك ناشفين ل يعني للكم هلا للكوانتوم هلا، بس هو راح يتغير بحوالي بالكم سنة اللي جاي. لسه لحد هلا اوكي الكمبيوترات الكم بتواجه عدة هيك سقطات، يعني بسبب نظرية الكم اوكي، او نظرية فيزياء الكم وميكانيكا الكم، واللي هن اللي هن انه هن نفسهم اجهزة الكمبيوتر الكم اوكي، هن يعني كيف بدي اقول لك هشين هيك، سهل كسرهم، كسر حس سهل تخريبهم يعني، وهن كتير يعني زي ما بقول بالانجليزي ايرور برون، انه بضلهم معرضين للخطأ كتير اوكي. فخلينا راح نشوف ليش هذا الشيء، ليش انه هيك، وهذا الفصل كمان راح يناقش ال يعني هل كيف دول السعي الكتير مثير للاهتمام شو اسمه نحو ما يسمى الفوقية، فوقية الكم اوكي، يعني او السيطرة على موضوع منطقة الكم او هيك يعني السوبرمسي، انه يكون فوقية هذا الكبر بالموضوع والسيادة وهيك، عرفت شو. ف الصراع اصلا او المعركة هي يعني كتير شرسة بين عمالقة الاي تي اوكي، عمالقة شركات الكمبيوتر يعني. ولحد هلا بالمنظور قريب لسه ما في حدا ربحان، تمام. موضوع تاني راح نناقشه هو ال اوكي، يعني هون في يعني حق عندك يعني في شو سموه هون controversial field of quantum annealing اوكي، بس بدي افهم شو الانيل هون. تلدين ما بعرف شو معناها اوكي، حتى بالعربي ما عرفتش اوكي. طيب هلا المهم في عندنا هذا الحقل من بنسميه الكوانتوم انيلينج اوكي، او تلدين الكم، فهمت شو قصده. والفرق بينه وبين ال او الكم المتلدن يعني زي ما اقول، بينه وبين الكوانتو بينه وبين ستاندرد كوانتوم جيت ابروتش اوكي، وبينه وبين يعني بوابات المنطقية تبعية الكم الأساسية اوكي وطريقتها المستعملة يعني بكل هالكتاب، تمام. ففي طريقة ثانية غير يعني طريقة شو اسمه بوابات منطقية مختلفة هون عم بتستعمل غير الطريقة الستاندرد المعيارية الموجودة بالكتاب. وكمان الكتاب بينتهي بمسار نحو حوسبة الكم يعني الكونية الشاملة اوكي، بذلك تتضمن كل الجهود من كل الموزعين او التجار اذا بدك، كل الناس الشركات اللي بتشتغل في الموضوع. فبالمدى القصير او على المدى القصير اتوقع انه حتشوف الكمبيوترات الكم بالداتا سنتر اوكي، وبالمدى البعيد انه شو اسمه نظرات المستقبل انه المستقبل اوكي بيكون كتير مشرق مع موارد كتير مهمة ومميزة، يعني بتكون شو اسمه يعني مسكوبة ومصبوبة نحو او مصبة نحو القطاعات مثل الفضاء وشو اسمه الفلك او الفضاء والفلك والطب اوكي، والحوسبة الكم شو اسمه
والذكاء الصناعي كمواضيع أخرى، كحقول أخرى، مجالات أخرى. فال وإنه بقول لك الدنيا كلها عم تتحول لتكون جلوبال وجه واحد، فخلينا نبلش. تمام. فأول شيء بقول لك إن الترانزستور هو في خط تصادم مع قوانين الفيزياء. يعني من الفضول، اوكي، بسبب الفضول انت يمكن حبيت تطلع تشوف كمبيوترك المكتبي شو مؤلف، اوكي. فهو من الاساس الكمبيوتر مؤلف من ماذر بورد معموله من السيليكون، اوكي، بل يعني شو اسمه كل المستكنات الالكترونيه اللي بتشوفها، وبالمركز بتلاقي فيه هيك، يعني هو عم بحاول يوصف لك، خلينا نجيب لكم صورة، يعني عم بحاول يوصف لك الكمبيوتر شو هو. إذا ما بتعرف الكمبيوتر قبل، خلينا نفوت لك شو المشكلة. أوكي، المذر بورد، أوكي، with CPU and RAM، images، أيوه، ها هاي الصورة. شو هاي؟ لا غلط، شيك لازم. نشوف لنا واحدة، خلينا نحط لارج تولز سايز لارج عشان نبين الريزولوشن تاعهم. لا انا عارف انه فتحت هذا، اوكي، كويس. تعرف هون بنحط الرامات، هي بنحط هون الرام، السي بي يو بتنزل هون، المعالج والكروت تبعتك البقيه، ويكون هون كارت الصوت ولا كل الحبشتكنات اللي انت شايفها. عرفت شو؟ وهذا بقول لك اياه، هذا الكمبيوتر بتاعك، اوكي. وحسب الكمبيوتر تبعك، حسب نوع الكمبيوتر تبعك، انت ممكن تشوف عندك جهاز فيه عدة معالجات. يعني ممكن يكون في كمبيوتر تلاقوه مثلا يكون عنده عدة معالجات، مثلا مثل ال مثل هيك، شايفينها هاي؟ تمام، هاي بتركب الاثنين سي بي يو، هاي المذر بورد بتركبها عادة زيون بظن. طبعا بتقولي هذه شو بدنا فيها، هذه لل شو اسمه بتقلبها ورك ستيشن كاملة، عرفت كيف؟ وبتحط هون كمان كذا كارت شاشة لو بدك تشوف، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبع كروت شاشة، ايه سبعة. تمام، ايه هاي إذا بدك فيك تستعمل للكودا وحسابات الكودا. اوكي، طيب. طبعا عندك كرتك الشاشه وكرتك النت، يعني كرت الشاشه حكينا عنها، وكرت الشبكه والصوت والصوره غيرها، اوكي، الاشياء هاي. فكل هدول المكونات هن معمولين من ملايين ترانزسترات، واللي هو يعتبر حجر الاساس لكل شيء، في للعديد من الاشياء الالكترونيه، اوكي. فالترانزستور هو بالاساس مجرد سويتش صغير، بدالة صغيرة، مفتاح صغير، اوكي، مع اون اوف، اوكي، اللي هو بسمح للالكترونيات ل يعني انه تمرق او ما تمرقش، اوكي، تمر بالخط او ما تمرق شيء، بس سويتش اون اوف زي مفتاح اللمبة تبعك، بس عم صغر مصغر مصغر. فهاي الميزة هي بالتالي مستعملة لحتى ترمز او تصير تقول انه اذا اون صفر، عفوا، اذا اون واحد، اوكي، اذا اون واحد، واذا اوف تحطه صفر، اذا شغال واحد، اذا مطفي صفر، اوكي، المفتاح الترانزستور، اوكي. واللي هي بتكون طريقة، هي معناها شو صار؟ اللغة الام او الاساس، الاساس اساس تبعيد كل شيء بالكمبيوتر، اوكي، كل شيء بالالكترونيات. طيب الترانزستورات هن يعني
يعني بتركبهم مع بعض حتى يصنعوا لنا شو اسمه بوابة منطقية. فهدول البوابات بالتالي بولدوا، او بسموه اللوجيك جيتس بالانجليزي، فهذه البوابات بالتالي بولدوا يعني عمليات الحسابية الأساسية، أوكي، مثل الجمع والضرب والطرح والقسمة. فهدول العمليات الحسابية الأساسية بتوفر كل القوة اللي إحنا بحاجتها حتى نشغل شو اسمه يعني محاكيات، أو إيه، محاكاة علمية، نلعب ألعاب، نشفر الداتا، نتصفح الويب، نراسل أصحابنا، سمي اللي بدك إياه. اوكي، وهاي هن، هاي النط، اوكي، الجيت هاي فيها ترانزستور تبعها بخليك انه شو، يعني البتات اللي بصير صفر بيكون واحد، اللي واحد بصير صفر. هاي الاند، الاند بتشوف بس يكونوا اثنيناتهم واحد بيطلع واحد، غير شكل غير شيء. شو ما بتحط بالطرفين اي وبي، اي وبي يعني اللي دخل هون بتحط مثلا على الطرف الفوقاني اي والطرف الفوقاني بي مثلا هيك، او بتعكسه بس ايش، المهم انك واصل على طرف من هون حب شغله ومن هون شغله وداخل عليها هيك. اوكي، فاذا داخل فيها كهرباء من هون ومش داخل هون، يعني اذا صايره صفر يعني في فيش كهرباء، وفي مطرح تاني فيها كهرباء. اوكي، فاذا دخلوا بهذا الجهاز اللي هو مش جهاز كبير، يعني هو هذا الترانزستور او هذا الاند جيت، البوابه حرف العطف الواو، شو بتصير عندك؟ انه اذا كان اثنيناتهم ضاويين بيعطيكم على الطرف المخرج، بيعطيك ضاوي، اوكي، غير شيء بيعطيك صفر، تمام. لازم يكون اثنيناتهم مضويين حتى يضوي لك برا، تمام. الاور نفس الحكي، انه شو اسمه، كيف بدون، اذا كان اثنيناتهم مطفيين بيعطيك صفر، غير شيء دام بيضل ضاوي. فهمتني كيف؟ يعني اذا اي واحد من دول اثنين مطفي، هاي حتمرق الكهرباء وتعطيك ضاوي. اوكي، الناند هي عكس، هي ناند، هي الناند هي اند ونط، اوكي، نط اند، يعني مش اند، مش هو، مش واو، اوكي، مش حرف العطف واو، بيطلع الاور. فهمتوا كيف؟ ماشي، فهي اي ناند بي بتطلع هيك النتيجة، تمام. يعني بيكون داخلين اي وبي بالاساس صفر، بس انت يعني كيف بتجيب الاور؟ هنا لا، بتجيب الاند، بتجيب الاند، هاي الاند كلها، بعدين شو بتجي تعمل؟ بتضربها بنط، ف بتمرق على نط، تقلب الاشارات كلهم، شو هي هي الناند، تمام، اشاره النتيجه يعني نط اند، تمام. النور كمان نط اور، بتجيب الاور، هي نتيجه الاور، اوكي، وبتعكس الاشارات، فبصير الواحد بصير صفر، وصفر بطرح بصير واحد، بتطلع النتيجه زي ما شايفينها هيك، تمام. وبالاخر كمان هون هذه بتتحول كمان ل الضرب المنطقي، ما هي يعني انت بصير في عندك هذول بدك تعتبرهم ارقام، بدل ما تطلع فيهم ضوء وطافي بتصير تطلع فيهم مثلا انه هذه واحد وواحد، اوكي، فواحد ضرب واحد واحد، بس لما تجي تقول واحد صفر ضرب صفر بيطلع صفر، صفر بواحد بيطلع صفر. فهمتوا كيف بصير تطلع فيها كضرب؟ هلا الاور هي للجمع، فبتطلع هيك صفر صفر بيطلع صفر، صفر زائد واحد بيطلع واحد، واحد زائد صفر بيطلع واحد، واحد زائد واحد هو مفروض يكون اثنين، المفروض يكون اثنين، بس ما بتحطش اثنين، بتحط واحد باليد وبيطلع واحد، يعني بيطلع عندك واحد باليد وبتحط عندك واحد بالخانة فبتطلع واحد. فهمتوا كيف؟ اوكي، هذه هي في الاكزور، هاي رمز الاكزور، اوكي، اكزور يعني اكزور يعني بتختار احد اثنين، ممنوع ممنوع التشابك، ممنوع التقاطع بين اثنين، كيف؟ يا A يا B ممنوع، شو ممنوع تقول لي A و B، يعني تلاحظ هون بالأور مثلا إذا كان عندك A و B، يعني واحد منهم واحد والثاني صفر، أوكي، بدي أعطيك واحد كيف مكان، عرفت كيف؟ خلص إنه إذا صح أو خطأ خلص بتحسبها صح. بس لانه صار في عندك اثنينات مشتركين عم ينزلوا بنفس الوقت، شو الصح والخطا. بس اذا كانت انت جيت عملت انت
بدي اقول اذا حطيتك زور، لا انت بدك مجبور تختار يا الاي يا البي، ما عندكش انه حل وسط. تمام، هاي لك زور، ممنوع الحل الوسط. طيب عشان هيك النتيجة تطلع انه صفر صفر او صفر، بس انت بدك تختار بيناتهم. اوكي، لازم يكون شو؟ صفر. تمام طبعا، بس اذا صفر او واحد لازم يطلع واحد. كيف؟ واحد او صفر لازم يطلع واحد. تمام، بس اذا اثنين التقوا بنفس الوقت ممنوع. اوكي، بده يطلع صفر. ماشي. طيب هلا ترانزستورات اعطوا لحد هلا مجتمعنا او الناس او اعطوا الناس يعني تقدمات تقنيه كثير كبيره، اوكي، جباره. فهن موجودين في كل شيء، بالكمبيوترات، باجهزه الاتصال، بالاجهزه الطبيه، باعتاد الطيران والفضاء، اوكي، واشياء اخرى كمان. فشو ما كان المكان اللي انت ممكن تفكر فيها، هي معموله من ترانزستورات. لحد هلا ترانزستورات هي بس، لكن لحد هلا اوكي، او بهالوقت الحالي يعني شو ترانزستورات راح توصل او عم توصل او تقريبا عم توصل، اوكي، او يا دوبك عم توصل لتواجه يعني حد ما فيها تعديه، امبوسيبل بارير، اوكي، هو قوانين الفيزياء، وبالاخص شو اسمه ميكانيكا الكم، اوكي، قوانين ميكانيكا الكم. طيب هلا عم بيحكي عن هون ترانزستور اللي هو بحجم 5 نانومتر، اوكي، مشكله كبيره. عم بقول هو من الستينات الكمبيوترات التقليديه يعني كبروا بشكل اضطراري على السريع يعني، اوكي، بالقوه تبعتهم، وبنفس نفس الوقت بلشوا يصغروا ويصغروا ويصغروا ويصغروا، اوكي. هلا الكمبيوترات معمولين من الملايين ترانزستورات، بس مجرد شيء ترانزستور يقرب من حجم شيء ذره، اوكي، العالم الغريب تبع فيزياء الكم او ميكانيكا الكم بتبلش تفوت في الموضوع وتطحش في الموضوع، اوكي. وكل الـ كل الـ كل الرهانات على الترانزستور انه يشتغل انسى، اوكي. فبقول لك طلع بالصورتين 2.2.1 و2.2 اللي بيظهروا طلع، خلينا نشوف الرسم البياني، اوكي. لاحظ كيف هون حجم الترانزستور مع اتجاه مع يعني هون مع من لحظه انطلاقته لهلا. ف اوكي وقديش يعني صار صغير، اوكي. فبلش من 10 مايكرومتر اي عم بينزل بقرب للصفر مع الوقت، اوكي. وهي حاط لك القياسات يعني بال85 صار حجمه بالمايكرومتر اللي هو اكبر من النانومتر. مايكرومتر بتحكي عن 1 على 6 1 على مليون، اوكي، انما النانومتر عم تحكي ب 1 على 1000 مليون، جزء من 1000 مليون، حبه واحده من 1000 مليون، اوكي، هيك يعني. فلاحظ كيف بس 71 كان 10 ميكرومتر، بعدين صار كل يا طلع كيف كل شيء 3 سنين 4 سنين بضل بزيد، تمام، بزيد او بينقص بحجمه يعني. تمام، هلا بقول لك هون لما يصير سنه 2020، يعني عدينا على 2020 ونحن فعلا عم نشوف بالسوق يعني خاصه معالجات التليفون عم بتصير حوالي 5 نانومتر، اوكي، خمس اجزاء من شو؟ من ال 1000 مليون، تمام، من المتر، اوكي. فبهذا على هذا شو اسمه على هذا المستوى شو اسمه المزايا او الخصائص الغريبه جدا والشاذه فيك تعتبرها شوي من الميكانيكا الكم، ممكن تبلش شو اسمه يعني تقيم الدنيا وتقعدها في الكمبيوتر العادي الكلاسيكي، تمام.
هاي الرسمات شايفين كيف بكمل في الرسم. اوكي هون بلش يطلع بالنانومتر، شايف كيف؟ هون صفر، انا من 100 لصفر، فبتصير تلحس، عرفت شو؟ عم بكمل. وهي شايفين بال 21، نحن هلا بال 21. اوكي 5 نانومتر، وفعلا احنا 5 نانومتر. دوروا على المعالجات بل بالتليفونات رح بيحكوا لك بتقنية ال 5 نانومتر. طيب طيب هذا اوكي، وهذا حجم ال شو اسمه حجم الترانزستور بسنة 2020 بالنانومتر. هاي الخمسة نانومتر، وهيدي ال شو اسمه ذرة شو اسمه جزيء المي، المي بس. يعني عندك ثلاث ذرات، مرتين هيدروجين ووحدة أكسجين مع بعض، هدول هذا حجمه بيطلع شو تقريبا أقل من 1 نانومتر. الترانزستور بصير على 5 نانومتر اللي عم يستعمل هلا. اوكي طيب طيب المستوى او الحجم الكم حجم على المستوى الكمي، اوكي الذري يعني صغير صغير صغير. اوكي يعني شو صح شو راح يصير في الترانزستور؟ اوكي فيمكن بس اشوف دمس اذا هي معناها ما فهمت انا. زوال بلا. اوكي ف وين صرنا هون؟ اوكي فبقول لك يمكن زوال الترانزستور ممكن يكون شيء تضخيم، رح يبين انه تضخيم يعني بالموضوع. اوكي بس اللي هو مش تضخيم في الموضوع انه على المستوى الكم، اوكي على مستوى فيزياء الكم الامور الكميه هناك اوكي انه ما راح يصير، يعني هذا الحكي انه ما راح يكون تكبير في التضخيم في الموضوع اوكي لما توصل على مستوى الكم. اوكي فبالفيزياء مستوى او مستوى الفيزياء الكم اوكي هو المسافة اللي بحيث انه ميكانيكا الكم بتأثر او بت يعني مؤثر عفوا بالمكان اللي بيكون فيه مؤثرات الميكانيكا الكم بتصير ظاهرة في نظام معزول. اوكي فهذا الحد هذا الحد الغريب اوكي يعني ببلش على 100 نانومتر ونزول تمام وعلى درجات حرارة جدا منخفضة. اوكي وبشكل رسمي المستوى الكمي اوكي هو المسافة اللي بيكون فيها الفعل او الفعل او الزخم الزاوي بيكون كوانتايزد، بصير بلش يشتغل الكم فيه اوكي ومحمول على مبدا الكم. اوكي يعني بصير تحول كل شيء بتعرفه انت بالفيزياء العاديه تبعية ال انجولار مومنتوم في الزخم الزاوي اوكي بصير بيشتغل على مستوى الكم. اوكي فال اوكي المؤثرات الكميه هون ممكن تتسلسل اوكي نحو يعني مسار او هون شو ريلم سيت ريلم شو معناها في اشياء بعرفها انا دائما هيك عندي اشياء بعرف شو معناها بس ما يعني مملكه. اوكي طيب هلا في المطرحه تبعيه الاماكن بتكون كثير صغيره مايكرو اوكي فما يسبب مشاكل ل الالكترونيات الدقيقه الصغيره. اوكي ف يعني اكثر المؤثرات اللي ممكن الواحد يشوفها اوكي وشائعه هي انه يعني انه الالكترون ينعمل له زي نفق اوكي يصير بمطرح يمشي بنفق مثلا وبعدين ال يعني التداخل اوكي او التدخل هون بصير في عندك او التشويش اللي بصير
اللي هو معروض ب او مثل ما هو انعرض من خلال تجربة الدبل سليت اكسبيرمنت، لما جابوا هدول الشقين بقلب الضوء، بقلب الورقة مثلا وقلب الكرتونة، وعملوا شقين ارتفاع كتير، عرفت شو، مرقوا ضوئين ليزر عشان يعرفوا شو عم بيصير. طيب هلا بدي افسر لنا شو الالكترون تانلينج. اوكي، انه وضع الالكترون في نفق، اوكي، تحريكه داخل نفق، فهو مع يعني بنفس الوقت بسموه يعني نفق الكم، اذا بدك تقول كوانتم تانلينج. تمام، فهي ظاهرة اللي بيكون فيها الجزيء بيمرق خلال حاجز اللي هو مش ممكن انه كان انه يمرق في يعني في الحجم الكبير الكلاسيكي. تمام، فهذا الشيء بيعمل مشكلة، اوكي، للترانزستور، ولهذا السبب ليش بيصير بيعمل هذا المشكلة. افترض انت في عندك مثلا بارتيكل، شيء جزيء معين له، او جسيم، عفوا، جسيم، جزيء، جسيم صغير معين بطاقة معينة اي، اوكي، لحتى يعني تتخطى الحاجز ب طاقة كاملة في على بالأعلى، اوكي. وبناء على القانون الكلاسيكي ل شو اسمه، للحفاظ على الطاقة، الجسيم هون بحاجة لتكون عنده طاقة بحجم اي تكون اكبر من الطاقة الكاملة. اوكي، لحتى شو تمرق، يعني حتى تمرق من خلال هالحيط. فهذه اللي بتصير هي الطاقة الحركية، كاينتيك انرجي تبعية الجسيم، لازم تكون أكبر من الطاقة الكامنة، اوكي، في هون. وعم بقول إنه حتى يتحرك الجسم لازم يكون عندك طاقة أقوى من الطاقة الكامنة، اوكي، عشان تعمل الفرق هذا، عشان تبلش الحركة. تمام، يعني بعطيك رسمة على الموضوع، إنه في عندك كاينتيك انرجي هون، بس في حركة بالإلكترون هون، بيكون كل مطرحة بيكون في إلها طاقة كاملة ذاتية، اوكي. اوكي، فالالكترون تانلينج ممكن شو اسمه يعني يقضي على الترانزستور بالسوق، انه خلص انه هلا لازم تعمل كل شيء على فيزياء الكم، خلص شو بدنا بالترانزستور. تمام، صار فينا نصغر بعد اكثر يعني، اوكي. لكن انه خسارة احدهم هي يعني مكسب اخرين، اوكي. فهي هاي ميزة مهمة اللي ادت على تطوير يعني مايكروسكوب بيستعمل سكانينج تانلينج، اوكي، بيستعمل مسح باستعمال الانفاق تبعية الكوانتوم، اوكي، واسمه اس تي ام، واللي هو عنده يعني تأثير كتير قوي في العلوم الكيميائية والبيولوجية وعلوم المادة نفسها، عرفت شو، عرفت تدرس المواد شو مؤلفة وهيك. تمام، والابحاث الخاصة فيهم. طيب، فبقول لك هون الصورة رقم 4 بتعرض لك تأثيرات الميكانيكا الكلاسيكية بنفس الوقت، مع نفس الوقت انه عم تعرض لك الكوانتم تانلينج، اوكي، النفق الالكتروني هذا. تمام، فبناء على الميكانيكا الكم، في احتمالية انه الالكترون راح يمرق من خلال هذا الحاجز، حتى لو شو اسمه الطاقة الحركية هون هي أقل من
الطاقة الكاملة، أوكي؟ وهذا سببه إنه يعني مبدأ عدم أو مبدأ الحيرة عند هايزنبرغ، أوكي؟ هايزنبرغ uncertainty principle. فبالفصل السابق أنت تعلمت عن يعني التصرف المزدوج تبع الفوتونات والجسيمات الأخرى، ممكن تتصرف كجسم تصرف، ندير بالك عم نحكي عن تصرف هون، بيكون بتصرف مرة كجسم زي كانك بتحمل أي كتاب أي هيك جسم، ومرة بتصرف نفس الوقت كموجة. كيف فالموجات قانون شرودنجر للموجات، اوكي، ولل او للجسيمات، اوكي، يعني نيلز بور، العالم نيلز بور وصف تغييرات بحاله شي ذره لما هي بتكسب او بتكسر او بتخسر الطاقه، اوكي، سماهم كوانتوم جامبس، اوكي، القفزات الكم. فهي مبدأ الحيرة، مبدأ عم التأكد، اوكي، بيوصل او بيعمل جسر، اوكي، بين فراغ، بيوصل فراغ او بيعمل جسر فوق الفراغ عبر استخدام الاحتمال، احتمالية المكان وال العزم تبع او الزخم تبع الجسيم بوقت معين. فكان لما يكون في عندك انت جسيم مثل شيء الكترون او فوتون اللي بيقرب من الحاجز او بيقرب من شيء حاجز، مثلا مثل ترانزستور، شيء حاجز شيء بوقفهم، يعني مثلا شيء ترانزستور، فهون من المحتمل انه راح تكون راح تمرق دغري مباشره فيها، اوكي. فهذا بسبب انه داله الموجات هون بتقلص من ال بتتقلص هي كي بتتقلص من انها تكون على شكل شكل دالة الساين والكوساين، تاع الساين والكوساين هو بيحكي عن تحول من ساين ل الشكل اللي فيه الاكسبوننشال، اوكي، الاي، اوكي. ف ف اوكي مزبوط. فهو بيقول لك احكي هون انه اي ويف فانكشن، عم يحكي عن ويف فانكشن تبع الالكترون والفوتون، اوكي، او الفوتون، اوكي، بصيروا بتحولوا من ساينوسويدال، من شيء موجات بتشتغل على شكل الفانكشن الساين او الكوساين، اوكي، وبحولها بعدين بحولها لشيء بيشتغل على الاكسبوننشال، اوكي، اللي هو اي اس كذا، اللي هو الاي رقم ثابت بيساوي 2.8 كذا. طيب فبصير اي اي اس ناقص بيتا اكس، اوكي، وهذا الان، اوكي، وهي البي، تمام. نشوف شو هن، طيب رح نخلص هون لحد الاكسرسايزز، بس بدي اكمل القراءه هاي الصفحه وخلاص. فبقول لك هون الساي هو دالة الساي هون، تمام، يعني احنا بنرجع للفورمولا تبع شرودنجر حتى نعوض. بقول لك الويف فانكشن تبع شرودنجر المستعمل حيكون ويف فانكشن مقلص صغير، يعني مقلل، ما في ساين وكوساين هيك، اوكي. والان هو يعني رقم صحيح ثابت للتطبيع، اوكي. وبعدين في عندنا البيتا، البيتا شو بتساوي؟ بتساوي مرتين الماس تبع البارتيكل، مرتين كتلة الجسيم مضروبة ب يعني هي بتجيب الطاقة الكاملة البوتنشال انرجي، وهون شو اسمه الكاينتيك انرجي، الطاقة الحركية، تمام. طبعا هاي كل اللي هون بتضربهم على الاتش تربيع اللي هو رام بلانك، اوكي، وكل النتيجة هون بترد بتحطها تحت الجذر التربيع بتطلع لك البيتا، تمام.
ف يعني زي ما بقول شخص اسمه انجل، اوكي، ال او انجل شو ما كان اسمه، الاحتمالية احتمالية بي، انه احتمالية بقيمة بي اللي هي بتكون انه بتقول انه الجسيم رح يمرق من خلال الحاجز هذا، ممكن تنحسب باستعمال القاعدة 2.2. تمام، تستعمل هاي القاعدة 2.2 بتقول لك كيف تحسب احتمالية وجود هذا. طيب هلا هون واكثر من هيك، النفق الكم هذا كوانتم تانلينج راح يحدث، والشروط التالية لازم يعني لازم تكون موجودة، عرفت كيف؟ لازم تتحقق. اول شيء ارتفاع الحاجز لازم يكون محدد، وسماكة الحاجز لازم تكون كثير رقيقة، او لازم تكون رقيقة على الاقل. فالطاقة الكاملة تبع الحاجز بتتخطى الطاقة الحركية تبعها، يعني شو؟ وبعدين الجسم عنده موجات، يعني عنده مزايا وخصائص الموجة، اللي هو بيقترح انه الكوانتم تانلينج فقط بينطبق على الأجسام اللي هي بتكون على مستوى النانو، بقياس النانوميتر، مثل الالكترونات والفوتونات والاخ. فخلينا ناخذ لنا شويه سله بالحسابات بالكوانتم تانلينج بروبابيليتيز، باحتمالات الكوانتم بروبابيليتي، ل مزايا او لا عده احجام من الحواجز، للسيمي كوندكتور الحالي شبه الموصل الحالي، اوكي، او عملية تصنيع شبه الموصل، او عملية الحالية لتصنيع شبه الموصل، هاي اللي عم نحكي عنها. فالاقسام التالية بتقدم سلسلة من التمارين حتى يعني نشوف هاي دي بعيننا هاي العملية بالتفصيل. طيب هلا انا راح اوقف هون، ارجع بلش نعمل الاكسرسايزز كلهم، تمام، وهذا كل شيء. سلام، باي.